ويأتي مشروع دليل الاستثمار السياحي في الجزائر كلبنة أخرى لدعم الجهود التي تقوم بها بلادنا بالتعاون مع المنظمة العالمية للسياحة، والذي يتم العمل على مواءمته مع قانون الاستثمار الجديد. ويضاف إلى ذلك الإطار القانوني المحفز والمتمثل كما قلت في قانون الاستثمار الجديد الذي أعدته الجزائر وفق مقاربة اقتصادية تعتمد على مبدأ رابح رابح، تضمن للدولة والمستثمر على سواء حقوقهما على حد سواء، حيث أكد السيد رئيس الجمهورية على ضمان استقراره وسيرورته لمدة تفوق 10 سنوات على الأقل، وهو ما من شأنه أن يحرر روح المبادرات للمتعاملين المحليين والأجانب، ويكرس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة في مجال معالجة مشاريع الاستثمار، ويمكن من تحفيز المبادرات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل المجالات.